هذا ما كان. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله، نتمنى انكم تلتحقوا بنا وتسجلوا معنا، الله يوفقكم ونتمنى لكم التيسير ان شاء الله باذن الله. حتى بالنسبه للتلاميذ اللي ما غاديش يتسجلوا ما غاديش ننساهم ان شاء الله باذن الله، ونخدموا معهم سير انستغرام سير فيسبوك وسير يوتيوب ان شاء الله باذن الله، باش البلاصه اللي يقدروا يرتاحوا فيها يتفرجوا ويتبعوا فيها الدروس ان شاء الله باذن الله حتى هما غادي يكون عاد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استاذ وليد متوكل، الفيديو ديال اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نتكلموا فيه على دروس الدعم والتقويه عن بعد، كيفيه الاستفاده من دروس الدعم والتقويه عن بعد بين قوسين الساعات الاضافيه او لا لي كور سيبليمونتير. غنحاولوا ما امكن نجاوبوا تقريبا على جميع الاسئله اللي تقدر تطيح في الذهن ديالك، من كيفيه العمل في العرض، كيفاش نتسجل، كيفاش نستافد وما الى ذلك، فين غنخدموا. غنحاولوا نجاوبوا على جميع واغلب الاسئله ان شاء الله باذن الله. دروس الدعم والتقويه ان شاء الله باذن الله اللي كنتكلموا عليها غادا تكون باللغتين يعني عربي وفرنسي. كيف كنتي كتقرا باللغه العربيه او انك كتقرا باللغه الفرنسيه يعني بيوف؟ الدروس ديالنا غتكون على الشكل التالي، او هذه هي كيفيه العمل، غتكون على الشكل التالي. غيكونوا عندنا فيديوهات يعني تقريبا ما يزيد على 250 فيديو، 250 فيديو فيها جميع الدروس ان شاء الله باذن الله، واظن انه اكثر، مابقيتش شاد العدد بالضبط. هنا نعطيكم نبذه على التمارين، منين شنو هما الامور اللي كاينه عاوتاني في العرض اللي غادي تلقاها واجده، غادي نعطيها لكم ان شاء الله باذن الله. غادي توصلوا بها على شكل بي دي اف، وفي نفس الوقت غادي تلقاها مسجله سلسله ديما التمارين. توب سيغما كتاب المدرسي وما اروع الطبع الاخر، وحتى كتاب مات بلس هو زوين، وحتى المساعد ديال العلوم الرياضيه خدينا منه بعض الامور يعني اللي زوينه اللي غادي تستافد. دونك هنا كاينه باقه ديال الكتب، مثلا في الفيديوهات الاولى غتلقاو سلسله سيغما، سلسله ديما ديما صاحب الفيديو يعني، وهذا خدا منا وقت كثير، وخدا مني وقت كثير باش انها نسجل هذوك الفيديوهات ونصحح عدد كبير من التمارين باش يكون داك الشيء باقه. اضافه الى ذلك حصص مباشره، غادي تكون حصص مباشره اخرى ان شاء الله باذن الله سوف يتم اضافتها. الهدف منها هو ان نحضروا ونوجدوا الفروض المحروسه ان شاء الله باذن الله. بعد غادي يكونوا عندنا ملفات بي دي اف، كل حاجه انا غادي نعاود نطرق لها. شنو غادي يكون في المحتوى ديال الفيديوهات او الحصص المباشره او هذوك الملفات، هذوك الفايل ديال البي دي اف، هذوك الملفات ديال البي دي اف؟ بكل بساطه الفيديوهات ان شاء الله باذن الله غادي يكونوا فيها الدروس، يعني جميع الدروس اللي كاين عندكم ان شاء الله باذن الله في الثانية بكالوريا. غادي يكونوا فيها كذلك تصحيح ديال التمارين اللي غادي توصلوا بهم على شكل ملفات. طبعا هاد التمارين هذه غادي يكون عندها علاقه بكل درس، يعني تمارين كل درس، وغادي توصلوا بسلسله تمارين ان شاء الله باذن الله كاين فيها اللي مكتوب الحل ديالها، والحل دائما غادي يكون مسجل، يعني غادي توصلوا به على شكل فيديو مشروح بلي ديتاي، وحتى الكوري ان شاء الله باذن الله حتى هو غتوصلوا فيه بفيديوهات تكون مشروحه بلي ديتاي. وكما قلت لكم غادي نزيدوا ندعموا هذا الشيء هذا ان شاء الله باذن الله بحصص مباشره، كما سبق وذكرنا ان هذا الشيء هذا استعدادا للفروض المحروسه من جهه، واستعدادا كذلك للامتحان الوطني، لان هذا الشيء هذا باش ندوزوا الامتحان الوطني ان شاء الله باذن الله في احسن حال وفي احسن الظروف واحسن الاجواء. وبالمناسبه كنوجه تحيه للتلاميذ اللي كانوا مشتركين معنا في السنه الفايته، تحيه كبيره لكم، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله في الباركور ديالكم. يعني معظم التلاميذ تقريبا معظم التلاميذ اللي تواصلوا معايا كانوا النقط ديالهم اللهم لك الحمد والشكر مزيانه، يعني كاين اختلاف على مستوى النقط، فلكل مشاهد نصيب، بالخصوص الى تبعتي لو كونتوني فان شاء الله باذن الله هذاك الشيء اللي غادي نعطيك الى تبعتي تكون من الناس المزيانين ان شاء الله باذن الله. بين قوسين كاين الناس اللي ضعاف لي مات ما قراوش في السانكيام او السيزيام او كاتريام او او او، تبع الفيديوهات غتلقى فيهم لاباز ديالك وغتلقى فيهم تدرج ان شاء الله باذن الله، ما يبقى عندك حتى مشكل. بغيتي تتسجل معنا ان شاء الله باذن الله في دروس الدعم والتقويه عن بعد، عندنا لك الشرط هو الانضباط، هو اصعب حاجه الانضباط والالتزام. تكمل هذوك لي فيديو ان شاء الله باذن الله، وغادي يكون هذاك هو طريقك ان شاء الله باذن الله باش يتحسن المستوى ديالك. ما نساوش انا ان شاء الله غادي يكونوا هذا العام هذا زايد على السنه الفايته، بحكم ان السنه الفايته كانت هي اول تجربه والحمد لله استفدنا منها الشيء الكثير. غادي يكونوا كذلك فروض تجريبيه اللي بصدد دابا حنا كنحضروا فيهم فروض تجريبيه باش تطيحوا في هذاك الجو ديال الفرض قبل، ونصحوا معكم ان شاء الله باذن الله باش نوقفوا على مكامن الضعف ومكامن الخلل باش تمشيوا واجدين ان شاء الله باذن الله للفروض من جهه وتجيبوا فيهم نقاط مزيانه، خصوصا انها الفروض طبعا عندهم علاقه بالمراقبه المستمره، والمراقبه المستمره كتعاون في النجاح، دونك هي كتبقى عندها نسبه ديال الاهميه خاصنا نخدموا عليها. وهنا كنكونوا كنضربوا عصفورين بحجر، يعني حنا كنوجدوا هذيك الساعه الامتحان الوطني ان شاء الله. وعلى ذكر الامتحان الوطني كنا صححنا بعض الامتحانات في السنه
الفريضة. هاد السنة إن شاء الله بإذن الله نحن بصدد مجموعة من الفروض، لا أنا ولا الأساتذة، لأن كاين دروس دعم وتقوية كذلك في مواد أخرى إن شاء الله بإذن الله. ننصحوا الامتحانات الوطنية السابقة، يعني نحاولوا نوصلوا الماكسيموم بوسيبل ديال لي فيديو في الامتحانات، باش حتى ملي نبداو نخدموا في حصص مباشرة، يعني كتلقى التلاميذ ديجا سابقينك، ديجا مفرجين فيديوهات، يعني عندهم أفكار. يعني إن فوا كتدخل معاهم مثلا اختارينا واحد ليكزاما بغينا نخدمو، مثلا نقدر نفتحوا المجموعة ديال الواتساب ونقولوا شنو هو الامتحان اللي نخدمو، يعني امتحان ونشوفوا الأغلبية علاش كيراهن، ونخدمو واحد الامتحان معين كتكون التلاميذ كتلقى مواجدين، يعني كتلقى موجودين في الثالثة الحصة المباشرة غادي تدوز في أحسن حال. وأنا متفائلة السنة إن شاء الله بإذن الله، السنة الفايتة ما قصرناش ودرنا المجهود ديالنا، وهاد السنة إن شاء الله بإذن الله نستفيد مما سبق وغادي تكون أحسن إن شاء الله بإذن الله. متفائل بالنسبة للمنصة أو كيفاش غادي نخدمو، فغالبا باش كلشي يقدروا التلاميذ اللي غادي يتسجلوا في العرض أو في دروس الدعم والتقوية عن بعد باش يقدروا يتبعوا الدروس ديالهم، ف اسهل طريقه كتبقى هو اننا نخدموا على الفيسبوك، يعني كنخدموا في مجموعه خاصه بريفي سو فيسبوك، لان غير النجمه الساعه عرض النجمه الساعه كيخليك انك تقدر تتبع الدروس ديالك باريحيه، وانك تبقى حتى في المجموعه ديال الواتساب يوصلوك جميع الاشعارات، لان في مجموعه الواتساب كنعلموا على المواعيد كنرسلوا للسلسلات لي بي دي اف بزاف. تحياتي بالنسبه للتلاميذ اللي بغاو يتسجلوا، غادي نخليو لكم النيميرو ديال التليفون اللي فيه الواتساب تقدروا تواصلوا معنا فيه ان شاء الله باذن الله، يا اما ارسلوا دروس الدعم والتقويه عن بعد او ارسلوا رساله فيها عرض ان شاء الله باذن الله، وغادي نجاوبكم ان شاء الله باذن الله، وما يكون غير الخير تسجلوا معنا. Peace.